قبل ما ندخل في استعدادات واخبار الفريقين، طبعا اكيد حضراتكم صحيتوا على خبر كهربا النهارده. النادي الاهلي ونادي الزمالك تاكدوا يقينا من اللي حصل في قضيه كهربا امام الفيفا. النادي الاهلي تلقى خطاب من الفيفا اكد فيه انه تم توقيع عقوبه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، تغريمه هو والنادي البرتغالي 2 مليون دولار، حوالي 3 مليون جنيه مصري. اذا ما سددش هيتوقف لمدة 6 شهور ويستمر الإيقاف لحين السداد. 33 مليون جنيه تقريبا. لا هم مش 33، لأن هو الدولار مع الزيادة حوالي 33 مليون جنيه مصري. دي على خلفية شكوى الزمالك ضد اللاعب وضد النادي البرتغالي وضد النادي الأهلي. هنا الزمالك بيقول أنا كسبت، أنا خدت تعويض حوالي 33 مليون جنيه ماشي. الاهلي كمان بيقول لك انا كسبت، انا من البدايه وكهربا من البدايه صرح ان الموضوع هيبقى عقوبه ماديه فقط لا غير، لا ايقاف ولا في مشكله عند النادي الاهلي. الاهلي قال لك انه الفيفا في خطابه رفض معاقبه النادي الاهلي اللي ضم اللعيب واعتبر ان التعاقد قانوني، بل انه من المرات القليله اللي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في تصريحات للموقع الرسمي اكد تقديره لقرار الفيفا اللي رفض الاتهامات اللي وجهها البعض بشأن تعاقد الأهلي مع كهربا. كابتن الخطيب قال ده أكد بما لا يدع مجال للشك ثوابت الأهلي الراسخة وأنها لن تتغير، والنادي الأهلي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته. في المقابل نادي الزمالك أكد في تصريحات على لسان رئيسه أنه القضية مستمرة وأنه مازال مستمر لحين توقيع عقوبة على النادي الأهلي. هذا القرار جاء من لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكنه بالتأكيد انه كهربا هنا هيتقدم بالتماس او باستئناف امام المحكمه الرياضيه. بمجرد ان تقدم استئناف بيوقف تنفيذ العقوبه بغرامتها بفوائدها بكل شيء الى ان يتم البت من المحكمه الرياضيه، وبالتاكيد الاهلي لن يتخلى عن لاعبه، وبالتاكيد الزمالك لن يتخلى عن قضيته، وبالتاكيد كمان نادي افيش البرتغالي ديسبورتيفو هو اصبح خارج الموضوع حتى هذه اللحظه، الا اذا كانت الغرامه عليه فهيتضامن مع اللاعب في هذا الامر. البعض حتى في النادي الاهلي من المنتمين للنادي الاهلي قالوا حتى لو هذه الغرامه حتى لو ما قلتش بقى احنا اشترينا كهربا بحوالي 30 مليون جنيه. ده كلام بيتردد، لسه في فصل تاني في هذه القضيه التي لم تغلق بعد، مثلما هو الحال في قضيه حمد النجاز والتي لم تغلق بعد الحكم من الفيفا لصالح او من نفس اللجنه لصالح حمد النجاز، والزمالك اتجه الى المحكمه الرياضيه الدوليه وهذا حق للجميع.